وللحديث عن تعاظم الأزمة الإنسانية في اليمن في ظل استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الناشط الحقوقي اليمني السيد محمد الأحمدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. إلى أي مدى أثرت الحرب في أوكرانيا على الأوضاع الإنسانية في اليمن هذه الفترة؟ تحية لك والمشاهدين. في الحقيقة الحرب الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها بالفعل على الكثير من البلدان، لا سيما البلدان النامية أو التي تعاني جراء النزاعات المسلحة بسبب نقص إمدادات الغذاء. اليمن يستورد من روسيا وأوكرانيا نحو 40% من واردات القمح، من احتياجاته من القمح، وبالتالي توقف الإمدادات القمح من الدولتين جراء الحرب المشتعلة أثر بشكل كبير على حصول اليمنيين على ما يحتاجون من مادة القمح. وأدى أيضا إلى ارتفاع مادة القمح بشكل كبير، وبالتالي ضاعف من معاناة اليمنيين أنفسهم الذين يعانون جراء الحرب وتداعياتها. هذه الحرب التي يعيش اليمنيون اليوم الذكرى الثامنة منذ انقلاب الميليشيا الحوثية على الدولة وعلى المجتمع وإعلان حربها وعدوانها الغاشم على المجتمع اليمني، أثرت بشكل كبير هذه الحرب وتداعياتها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية وفي أي في المنطقة أو في العالم، يلقي بظلاله أيضا على الوضع المعيشي والإنساني في اليمن، إما لجهة يعني انقطاع إمدادات ما يحتاجه اليمنيون لا سيما في ظل توقف كل القطاعات الخدمية الزراعية الصناعية في البلاد جراء حرب الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا، أو يعني بسبب كلفة التأمين النقل للمواد إلى السواحل والموانئ اليمنية بسبب الألغام البحرية التي تضعها ميليشيا الحوثيين، وبسبب أيضا الحالة الأمنية في اليمن، وبالتالي زيادة كلفة التأمين على الواردات إلى هذا البلد. هنا لو توجهنا أكثر صوب المخيمات والنازحين في اليمن، كيف تغدو الأوضاع اليوم في ظل الأوضاع العالمية وما وصلت إليه؟ ما يتعلق بأوضاع النازحين في المخيمات، طبعا بحسب تقديرات الأمم المتحدة النازحون داخليا في اليمن أكثر من 4 ملايين إنسان بسبب الحرب واستمرار الصراع. معظم هؤلاء النازحين هم في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، هربوا من بطش ميليشيا الحوثيين ومن جرائمها ومن سلوكها الهمجي في محاولة تجنيد الأطفال في معاركها والزج بهم في جبهات القتال، وبالتالي اضطرت آلاف الأسر إلى مغادرة مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية هربا بأولادها وبأطفالها إلى مناطق أو بعض مناطق السلطة الشرعية، لا سيما في محافظة مأرب التي تحتضن أكبر كتلة من النازحين على مستوى الجمهورية. الوضع الإنساني والمعيشي للنازحين يعني في غاية السوء، أيضا بسبب ضعف الاستجابة الإنسانية من طرف المنظمات الإغاثية والإنسانية العاملة في اليمن، وبسبب العراقيل أيضا التي تضعها ميليشيا الحوثيين أمام المساعدات والمعونات الإنسانية ونهبها ومصادرتها والاتجار بها في السوق السوداء. السلطات المحلية في المناطق التي يوجد بها مخيمات للنازحين في تعز وفي مأرب، كما قلت مأرب أكبر تجمع للنازحين على مستوى الجمهورية، السلطات المحلية تبذل جهدها بإمكانيات محدودة بطبيعة الحال، لكن هذه الجهود لا تفي بالحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. في الوقت نفسه هناك مشكلة الفيضانات والأمطار والسيول الجارفة التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية، أدت إلى جرف مآوى النازحين في وخيامهم وتضرر موادهم، وبالتالي فاقم المعاناة الإنسانية والمعيشية
النازحين في عموم البلاد، ويتطلب الأمر تدخلا عاجلا وإغاثيا. وكان هناك نداء استغاثة طوال الأيام والأسابيع الماضية للسلطات المحلية، نداء استغاثة للمجتمع الدولي وللمنظمات الإنسانية من أجل الالتفات إلى أوضاع النازحين المتضررين من السيول والفيضانات. محمد، يعني إذا سمحت لي، كيف تقيم دور المنظمات الإغاثية في توفير الاحتياجات للنازحين، خصوصا بعد الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمواد الغذائية والأساسية التي يحتاجها النازحون؟ كيف تقيم دور المنظمات الإغاثية؟ في الحقيقة هناك جهد إنساني وإغاثي مشكور للعديد من المنظمات الإنسانية والإغاثية، سواء الوكالات التابعة للأمم المتحدة أو المنظمات والمؤسسات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني والإغاثي في اليمن. لكن كل هذه الجهود كما قلت لا تستطيع تلبية الاحتياجات الواسعة والمستمرة والمتجددة والمتفاقمة لليمنيين عموما، يعني سواء النازحين أو حتى عامة الشعب اليمني. يعني تقديرات الأمم المتحدة تتحدث عن 19 مليون إنسان يمني يعانون جراء انعدام الغذاء في اليمن على امتداد الخارطة اليمنية. لكن الإشكالية هو وجود العراقيل كما قلت التي تضعها ميليشيا الحوثيين واستمرار عدوانها الغاشم على اليمن واليمنيين، ومحاولة تجيير كل الجهود الإنسانية والإغاثية لخدمة حربها وعدوانها على الشعب اليمني وحرمان اليمنيين من المساعدات. ناهيك أيضا عن الشكوى المستمرة للمنظمات والوكالات الأممية من تراجع مستوى التمويل لبرامج الإغاثة في اليمن، وهذا بالتالي يؤدي إلى تقليص حجم المساعدات لليمنيين بشكل عام أو المتضررين من الحرب وللنازحين داخليا. في مقابل هذه الصورة، كيف تقيم أو كيف هو دور الحكومة الشرعية في اليمن في رفع المعاناة التي يمر بها النازحون في اليمن؟ للأسف الحكومة الشرعية ومؤسساتها شبه معطلة. العاصمة المؤقتة عدن التي كان يفترض أن تكون نقطة انطلاق لجهد الحكومة المعترف بها دوليا، سواء ما يتعلق بتطبيع الخدمات الأساسية والأوضاع في المناطق المحررة أو حتى على صعيد الملف العسكري والسياسي، لكن ما حدث هو أن الحكومة الشرعية تعاني من حالة شلل شبه تام، سواء بسبب الوصاية والقيود التي فرضت عليها ويعني أدت إلى تعطيل إمكانيات الحكومة الشرعية وغياب الدعم اللازم من التحالف للحكومة لأداء مهامها على النحو الواجب تجاه اليمنيين وبما يوازي حجم التحديات الناجمة عن الحرب. ناهيك أيضا عن اختلالات كبيرة في المناطق المحررة ووجود تشكيلات مسلحة، وهذه التشكيلات للأسف مدعومة من التحالف من السعودية والإمارات، وهذا الأمر انعكس بدوره على أداء مؤسسات الحكومة الشرعية وأدى إلى شلل في نشاطها وتوقف العديد من الأنشطة. هناك موارد مالية معطلة، موانئ ونفط وغاز يصدر جزء بسيط منه، لكن الأموال لا تذهب إلى صالح اليمنيين وإنما تذهب إلى أرصدة خارج اليمن وتصرف كمرتبات وهبات للمسؤولين كبار المسؤولين اليمنيين، بينما بقية الشعب اليمني يرزح تحت وطأة الفقر وانعدام الغذاء والبطالة وغياب الخدمات الأساسية وتفشي الأمراض. وترك أيضا الشعب اليمني يعاني الويلات، سواء على يد ميليشيا الحوثيين شمالا المدعومة من إيران أو على يد التشكيلات العسكرية المسلحة التي تسعى جاهدة لاستنساخ كل المساوئ الموجودة لدى ميليشيا الحوثيين من أجل تطبيقها على اليمنيين في المناطق المحررة للأسف الشديد. وبالتالي إذا الحكومة الشرعية يتطلب منها الواقع اليمني والمعاناة اليمنية
أن تنشط بشكل أكبر وأن تضاعف جهودها وأن تحاول الخروج من دائرة الارتهان والعجز والفشل والتحرك لخدمة اليمنيين على الأقل في ملف الخدمات الأساسية وتطبيع الحالة الأمنية وحماية حقوق الإنسان وكرامته في المناطق المحررة والنظر في الوضع المعيشي المتدهور لعامة اليمنيين سواء في مناطق سيطرتها أو حتى أولئك الذين يرزحون في تحت سلطة الميليشيا الحوثية. السلطة الشرعية عجزت حتى الآن عن صرف مرتبات موظفي الدولة، بما في ذلك النازحون الذين يعانون جراء النزوح والظروف المعيشية القاسية وارتفاع الغلاء، يعني ارتفاع أسعار المواد الأساسية بسبب التضخم وتدهور العملة الوطنية، لكن الحكومة الشرعية لا تلتفت لمعاناة اليمنيين والشعب اليمني، وبالتالي ربما أيضا هذا جزء من حالة الإخفاق العام في أداء الحكومة حتى فيما يتعلق بالملف العسكري وتراجعها بسبب عجزها عن تلبية احتياجات اليمنيين الذين يفترض أن يكون لهم، يعني أن يلتفوا حول الحكومة الشرعية في حال وجدوا بالفعل أنها جادة وصادقة في خدمتهم. من إسطنبول الناشط الحقوقي اليمني السيد محمد الأحمدي، شكرا جزيلا لك.